مرحبا بكم من جديد في هنا تونس. نحكي على جلسة عامة اليوم برلمان نظر في مشروع قانونين جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريك. بعد قليل إحالة الوزير الأسبق منذر الزنيدي على أنظار دائرة الاتهام بعد ختم الأبحاث في شبهة قضية فساد مالي. ابتسام السونداج والجلسة العامة اليوم برلمان بحضور وزير الداخلية. سونداج نذكر به معز اللي موجود السؤال على شانيل يوتيوب ديوان اف ام لايف، هل أنت مطلع على القوانين الجديدة المتعلقة بجواز السفر وبطاقة التعريف البيومترية؟ 463 عدد اللي صوتوا إلى حدود اللحظة، 13% قالوا نعم، 76% قالوا لا، 10% غير مهتمين. أنا عباد ما تعرفش مازلت 76% غير مطلعين على المشروع القانون هذا. ويمكن ماهوش فاهمين اش معناها باسبور بيومتريك وبطاقة تعريف بيومتريك. هذا هو معز. شحال هذا نحاولوا نفهموا اليوم. إن شاء الله. بمعز نحكيو على انطلاق الجلسة العامة اليوم للنظر في مشروع قانونين متعلقين ببطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين. نذكروا معز أنه يوم الخميس 22 فيفري 2024 كانت وافقت لجنة الحقوق والحريات على زوز مشاريع القوانين هذه، وكانت لها جلسات استماع لوزارة الداخلية وممثلين عليها فيما يتعلق بنصوص وفحوى زوز مشاريع القوانين هذوما. الجلسة العامة اللي انطلقت منذ صباح اليوم واللي كان حضر فيها وزير الداخلية كمال الفقي والوفد المرافق لي، فما عدد من المعطيات شفناها من خلال تصريحات إعلامية وتدخلات النواب. معز مثلا معلومة استخراج جواز السفر البيومتري باش يكون ما بين 120 و240 دينار، وباش يتضمن ما بين 36 و40 صفحة حسب التقديرات الأولية. كلفة إنجاز مثلا بطاقة التعريف وجوازات السفر البيومترية باش تتراوح بين 45 و60 مليون دينار. شفنا عدد من مقترحات معز لتنقيح عدد من الفصول اللي موجودة في مشروع القانون هذية، اللي عرفناه إلى حدود لحظة أنه عدد من النواب تقدموا بمقترح إضافة فصل لمشروع القانون هذية اللي هو معز شنو يجي فيه نص الفصل الجديد ومقترح الجديد. يتوجب على مصالح وزارة الداخلية في أجل لا يتجاوز 90 يوم من تسليم الوثيقة إلى صاحبها أن تحذف من قاعدة بياناتها المعطيات البيومترية التي سبق تسجيلها في الشريحة، كما لا يمكن إنشاء قاعدة بيانات بيومترية باستعمال المعطيات البيومترية التي تم تجميعها بمناسبة استخراج أو تجديد بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو أي وثيقة هوية أو وثيقة سفر أخرى. أي خلينا نفهم سؤال الموضوع ما عزتي. شو معناها بطاقة تعريف بيومتريك؟ شو معناها باسبور بيومتريك؟ خلي العباد تفهم ساعة قبل كل شيء. قبل ما نجيو للباسبور معز والبطاقة التعريف، شنو معناتها الساعة معطيات بيومترية؟ معناتها شنو نقصدوا بهم المعطيات البيومترية؟ هما المعطيات اللي من خلال ان تريتمون انفورماتيك يعني تحليل إعلامية نجم نتعرف على هوية الشخص. يعني هذه هي شنو معناتها المعطيات البيومترية. وصار فيها تطور سنين الأخرى، معناتها خاطر المعطيات البيومترية كيما البصمة، معناتها نجم أنا نسكاني البصمة متاع عبد من هي نعرف الشخص هذاك ولا لا، فيها لا ريكونيسونس فاسيال مثلا، ثم عديد حتى ثم الديفورم متاع الخطوط اللي في اليد، واليوم وصلنا حتى في لي دوني بيومتريك بيان سور لادين اللي هي معطى بيومتري يعطينا التعرف على شخص نستعملوه في الجرائم إلى آخره، لكن اليوم وصلنا حتى لي دوني بيومتريك كومبورتمونتال، يعني نحط عبد يمشي قدامي ولا يتكلم قدامي ولا يتصرف قدامي سورتو بالانتيليجنس ارتيفيسيال نجم نعرف العبد هذاك سامي والا خليفه والا ابتسام. دونك احنا شنو نحبوا نعملوا؟ نحبوا نحطوا مجموعه من المعطيات البيومتريه وهذا مش تونس مشات فيه كهو معز، خاصه بالنسبه لجوازات السفر هذه مقتضيات المنظمه العالميه للطيران باش تنقص من تدليس جوازات السفر والاخلالات اللي صايره في السفر. دونك باش نعملوا شريحه اون بوس تكون موجوده في جواز السفر والا في بطاقه التعريف اللي فيها المعلومات البيومتريه، الكارت سيم نتاع التليفون، الكارت سيم نتاع التليفون تكون موجوده في الباسبور، تكون فيها الليكتور قراءه اوتوماتيكيه، معناتها نقرا الشريحه هذيك ونعرف الشخص اللي قدامي يا اما بروكونيسونس فاسيال يا اما بلومبرانت نتاعو اسكو هو باسبور ولا هو قبلني ولا هو ولا هو قبلني فوالا هو والا ماهوش هو. دونك هذا هو تقنيا شنو المعلومات اللي مش تكون موجوده في وسط الشرائح هذيا بالنسبه لبطاقه التعريف وبالنسبه ل حاجه السفر تدليس معشاش مجلد حاجه باهيه لو كان نعرفوا كيفاش نخدموها. خاطر فما برشا مخاوف وفما برشا يعني بالحق تصورات في علاقه بقراءه الشرائح في علاقه بتخزين المعلومات البيومتريه هذيا اللي حكينا قبل على فيسبوك مثلا اهميه المعطيات الشخصيه ومعلومات نجم تكون تصور، خاصه انه سي شوقي تو يحكي لنا اكيد انه المعلومات البيومتريه من اخطر المعلومات الحساسه في علاقه بالمعطيات الشخصيه. معنا شوقي قداس رئيس السابق للهيئه الوطنيه لحمايه المعطيات الشخصيه. لو سهل سي شوقي مرحبا بك معنا في هنا تونس.
اهلا ومرحبا بالمستمعين والمستمعات كله بالفريق الحاضر كله. السؤال الواضح، شنو هي المخاوف من هذا القانون؟ والله باش ما نتفرعوش لانه فما فرشة مخاوف. انا اعطيني التخوف الاساسي واللي ناكد عليه، اللي كان يقول فيه معز عنده فيه الحق الكل وهذاك هو كلام صحيح، لكن التخوف هو انه تخزين هذه المعطيات، المشروع كما نتاع بطاقة التعريف ولا مشروع القانون المنقح لقانون نتاع جواز السفر، يتحدثوا على الوثائق لكن ما يتحدثوش على قاعدة البيانات. انت ما تنجمش تعمل باسبور ولا تعمل بطاقة تعريف الا ما تخزن المعطيات في منظومات معلوماتية. هالمنظومات المعلوماتية هذه عامل لهم فصيل اثنين في وسط القانون باش نعرفوهم شنو باش تحط فيهم، قداش الوقت باش تستعملهم، شكون اللي يولجلهم المعطيات هذه اتسرا. هذا مش موجود، يعني هو فسخ كومبليتمون لكل ما هو متعلق بالتصرف في هذه المعطيات. هو الخطير يعني الوثيقة في حد ذاتها مش خطيرة، الوثيقة هي حملها مولاها، دونك ما فما حتى إشكالية في ذلك، تحط فيها المعطيات اللي تحبوا عليها، هي مخزنة في شريحة. لكن أنت شو تخلي عندك؟ نحن وقت يجي في الفصل الأول من قانون تاع بطاقة التعريف الجديد هذا يقول أنه التصرف في هذه المعطيات يكون طبقا لمنظومة حماية المعطيات الشخصية، هذا يحيلنا بطريقة آلية إلى قانون حماية المعطيات الشخصية اللي فيه فصل 11 واضح يقول أنه لا يمكن أن نجمع ونستعمل المعطيات إلا في حدود الغاية، والغاية من هالبطاقة هذه هو التعرف بدون أي شك على هوية الشخص. يعني أنا وقت نحط المعطيات على الشريحة فقط نكون وصلت الغاية لحاجتي به. وليد شوقي قداس ما عادش نجم يتعدى في بقعة سي معز. دونك أنا كأنا من نوصل للغاية وقت نحط كان في الشريحة. هالمعطيات هذه البيومترية اللي كما قال سي معز توا هي معطيات حساسة وخطيرة جدا للشخص ولسيادة الدولة التونسية. علاش نخزن فيها عندي؟ علاش نخلي فيها عندي؟ دونك وقت اللي نسلم شنو الحساسية؟ خلي يفهمنا المواطن مليح المستمع والمستمع تسمع فيه، شنو الحساسية؟ هي بطاقة تعريف فيها الاسم واللقب ودات نيسانس باش نحيو المهنه، باش نحيو المهنه حسب ما فهمت، واش تولي القرين اختياري ولا مش اختياري؟ بيسالش خلينا نستفهم، انا عارف الموضوع اما نحب نبسط. يا سي معززية كل مسائل عرضيه، الاشكاليه الكل المطروحه هي فيما يخص المعطيات البيومتريه، الصوره المرقمه والبصمات المرقمه هذوما هما اللي يخوفوا. نحن وقت هذوما نحطوهم في الشريحه نتاع الوثائق هذيا نوليو ما عادش حد ينجم ياخذ بقعه عبد اخر. دونك انا وصلت للغايه اللي حاجتي بها بالضبط، انا حاجتي بالصوره، حاجتي بالصوره المرقمه والبصمه المرقمه في صوره بانه ما يتمش فسخ المعطيات هذه وتقعد تقعد على دي سيرفر عند وزاره الداخليه ولا غيره. شو النجم مناش نخاف وشو فاش نجموا يستعملوه؟ مثلا تسرق المعطيات، تسرق هذه المعطيات. الهند اليوم عندها منظومه فيها مليار و400 مليون تسجيل يتباعوا على الدارك ويب، المعطيات هذه مسروقه. إذا هوية الأشخاص الكل ولات ما عادش عندها حتى قيمة. دونك ما عندنا شخص لازم يستعملهم. أنا باش ما نوصلش للحل هذايا، كيما عملت الدول اللي عندها الهج هذا، قالت يا خويا وقت أنا نسلم الوثيقة المولاها تمحى المعطيات البيومترية فقط من قاعدة البيانات بتاع الوزارة. دونك ما خليهمش عندي. واضح. أنا وصلت للغاية اللي حاجتي بها وقت نحطهم في الشريحة. بخلاف السرقة شو نجم نخوفوا آخر؟ هذه هي السرقه، التسريب. السرقه ما فماش مثلا بانه نجموا يستعملوهم في ريكونيسونس فاسيال في الكاميرا محطوطين في وسط في الشارع، نجم نولي نستعرف ناخذ لك تصويرتك نعرف وين مشيت منين جيت منين، هذم كل نجم اذا كان في صوره عدم الفسخ نجم نستعملهم. انا معون الخدمه هو هذايا، انا ما نجمش نتعدى للوسائل اللي كنت تحكي عليهم الكل، كما التعرف الالي على وجه على هويه الاشخاص عن طريق مثلا الكاميرات بتاع المراقبه، كان ما عنديش قاعده بيانات فيها تصور نتاع البشريه الكل. دونك انا الدول اللي حاميه للحقوق نتاع الاشخاص تقول لك انا من جهه ما نجمش نحمي هذه المعطيات، دونك سكر عليا باب بلا ما نخليهمش عندي، وثانيا اذا تولي عندي قاعده بيانات عامه لهذه في هذه المعطيات للمواطنين الكل، هذه تولي وسيله يمكن ان تستعمل في حاجات اخرى دون غايتها الاصليه، منها التعرف الالي كما في الصين اليوم. كل انسان يخرج في الشارع ما
نعرفوا فين مشى وفين جا ومع شكون وشنو اللي عمل. شق في الطريق في الضوء الاحمر لوح بونت نتاع سيجارو في الشارع. دونك يعملوا سكورينغ نتاع الاشخاص. وخرجوا بعد مواطن صالح ومواطن غير صالح وتولي فما كلاسيفيكاسيون نتاع ناس. هذا هو التخوف. التخوف هذا شنو اللي اكد لنا انه يهمنا نحن. ايوه كي نقرا انا في جنافريك انه الدوله التونسيه ستقوم بشراء برمجيه معروفه في العالم تسمح بالتعرف البيومتري، نربط وقتها ما بين المشروع والغايه الغايه المعلنه. واضح، معناها تخاف بانه تخزين المعطيات هذيا سيقع استعمالها في برمجيه اخرى حسب على عهد جنافريك بالطبيعه للتعرف الفاسيال، معناها تنجم تشوفوا العبد واللي تعرف عليه تنجم تتبع عليه كل شيء. واضح. باهي، فما مجموعه من النواب اقترحوا فصل جديد انه فسخ هذه المعطيات الشخصيه بعد 90 يوم. شنو رايك؟ توجه صحيح؟ هذا اللي اقترحته انا تو عندي اكثر من 4 سنين. شيء ما تبدل، هذا هو اللي موجود، وقلت اخيرا في ملتقى وفي مداخله واعطيت المقترح هو بيده، هي صيغه اخرى لكن الافكار هي نفسها. يتم فسخ هذه المعطيات في أجل أقل من 93 يوم بعد تسليم الوثيقة إلى صاحبها، وهذا اللي مكتوب في النصوص في ألمانيا، في إسبانيا، في البرتغال، في إيطاليا، في الدول بتاع أوروبا الكل اللي تحترم حقوق الأشخاص وما تخليش عندها إمكانية أنه يتم سرقة هذه المعطيات الحساسة من عند الدولة اللي هي مسؤوليتها. راهو الهوية بتاع الأشخاص، الهوية القانونية للأشخاص هي مسؤولية الدولة. أنت وقت تولي عندك قاعدة بيانات فيها إشكالية وفيها إمكانية أن الأشخاص أخرى عندهم نوايا خبيثة تستعمل هذه المعطيات، أنت ما قمتش بالواجب بتاعك وهي مسؤولية الدولة في الحالة. خاصة سي شوقي بأنه أنا أعرف مليح بأنه ما فماش حاجة فيابل 100% معنا في سيكوريتي انفورماتيك، معنا هي معطيات شخصية كان باش تخليها عندك هنا باش تحط لها دي سيرفور هنا في تونس تجم تصير عملية معناها اختراق، وما عندكش الحق باش تحطهم في على الكلاود عند شركات كيما امازون ولا مايكروسوفت ولا غيرهم ولا جوجل. فما عندهم شركات امريكانيه وتقول لهم تفضل خويا الهويات نتاع 12 مليون تونسي تفضل خذهم عندك. يا سيدي انا نسال سؤال برك يا سي معز، كان هذه طريقه وجيهه باش نخلط للغايات اخرى ولا غايات عندي موجوده؟ يا سيدي علاش الولايات المتحده الامريكيه ما عندهاش قاعده بيانات عامه للمواطنين؟ علاش كاميرون 2011 رئيس الحكومه في بريطانيا الغى بطاقه التعريف وقاعده البيانات نتاعها؟ علاش الى حد اليوم في بعض الدول في العالم ما نعملوش اللائحه العامه الاوروبيه اللي تطبق بنفس الطريقه في الدول الاوروبيه الكل؟ فيها فصل واضح لا يمكن انجاز او تركيز قاعده بيانات شامله للمواطنين. نقطه وارجع للستارت. واضح، ما نجموش نتعلو بمكافحه الارهاب مثلا بمنع عندنا خطر ارهابي، ما نجموش نتعلو بهذا الكل. لا هذا لا يمنع من وزاره الداخليه ان تكون عندها الوسائل. وقت انا نبدا نلوج على ارهابي عندي صورته، ما نجمش نبحث على عبد ما عندي الصوره نتاعو. اذا وقت تبدا عندك الصوره نتاعو تعمل وقتها بحث في التسجيلات اللي عندك الكل، ووقتها تنجم تلقي القبض عليه. ما حاجتكش بقاعده بيانات، انا شبيني ارهابي؟ علاش عندك المعطيات نتاعي؟ وقت تبدا عندك ارهابي تبحث عليه وقتها عندك صورته. سي شوقي تخوفك بانه نوليو مثلا كيما دبي ولا الصين ولا غيرهم من البلايص هذوما اللي الناس الكل تتصور في الشارع والمعطيات الشخصيه نتاعك موجوده عند وزاره الداخليه تستعملها في اغراض اخرى؟ هذا هو التخوف. هذا هو التخوف، ونحن ما ننساوش انه راهو عندنا رصيد، عندنا كابيتال ما نسلموش فيه. الدوله التونسيه هي اول دوله عربيه وافريقيه تكون عندها قانون تاع حمايه المعطيات الشخصيه، نطبقوا الفصل 11 بتاع قانون حمايه المعطيات الشخصيه من فضلكم. واضح، شكرا لك سي شوقي قداس رئيس سابق للهيئه الوطنيه لحمايه المعطيات الشخصيه. نرجع نحكي اكثر بلاتو لكن بعد فاصل شهري قصير. صباح الخير تونس، ابدا صباحك برشا بوزيتيف فايبس وخذ دوزه الكافيين اللي تعطيك الانرجي. معايا انا ايمان سكوحي من الاثنين للجمعه من 6 ل 7 تاع الصباح. ديوانا فام صوتكم. الصباح هو رفماك ورفماك هو الصباح. رفماك من 2 للجمعه
مرحبا بكم مجيد في هنا تونس. كان معنا عبر الهاتف سي شوقي قديس، الرئيس السابق للهيئه الوطنيه لحمايه المعطيات الشخصيه، عبر عن المخاوف نتاعو من استعمال البيانات والبصمات البيومتريك. سامي، تخوفته في محلها، حسب رايك في محلها؟ هي تخوف خاص ب في زوز ابعاد، حمايه الشخص وحمايه المجموعه، لانه اليوم ما عادش نحكيوا على حمايه فقط المعطيات الشخصيه نتاع الفرد، نتحدثوا على حمايه باز دو دوني كامل نتاع شعب تونسي. من غدوه كان لا قدر الله تصير فيها اي خلل، ومبارح الازمه نتاع ميتا بينت لنا انه فما مهما كانت كبر الشركه ومهما كان وانت انجينير وسيد العارفين، انه لا تعفيها من امكانيه الاختراق وامكانيه انه يصير فيها عطب وامكانيه انه يصير فيها خلل تقني وغير ذلك. وعندنا حاجات سابقه في تونس، البنك المركزي وغيره، وبنك خاص معناها صارف مئات الملايين من وعنده احسن منظومه من احسن المنظومات المعلوماتيه في تونس. عندنا من اخطر من هذا يا معز، عندنا في 2015 من اكبر قضايا جوسه في تاريخ تونس، خاصه توارتين فيها زوز دبلوماسيين روسيين، خاصة ببحث على قاعدة بيانات الحالة المدنية في تونس. ما نعرفوش شنو السبب الحقيقي وراء البحث فيها، لكن في كل الحالات ما دولة تتجرأ على أنه تعمل حالة من شبكة الجوسة والبحث على المعطيات بهذا الشكل إلا على سبب مهم جدا نجم رأى في بعض الأحيان ما هوش خاص بمجموعة أو بفرد، نجم تكون المسألة خاص بدراسة سياقات خاصة بدولة ديمغرافية. سامي، للطرائف الحادثة هذه جزء من قاعدة متاع البيانات اللي تعطت بسبادري كوي خليفة، ولا وبعشاء ومبالغ زهيدة بيانات شبكة متاع جوسة بسيطة هي لكن مخترع على الاخر. ولا يا خوي علاش مخليهم عندك انت المعطيات؟ ما حديتهم لي في الكارت، عندي كارت ابيس في وسطه موجوده في بطاقه تعريف في الباسبور، باش الناس تفهمنا. يوقفك واحد في الشارع تمد له يحطك في ماكينه يطلع له تصويرته تصويره من هنا يغزر لك يلقاك انت، باش تعاون اكثر في المطارات تنجم ديريكت كي احنا مسافرين داخلين خاصه لتونس من غير ما تتعدى مع عند شرطي الحدود، ديريكت تحط الباسبور نتاعك وتدخل تتقيد بانك دخلت وخرجت، بتسهل العمليه هذه. هي علاش مخلي عندك انت في السيرفر نتاعك المعطيات نتاعي بصمتي وتصويرتي والمعلومات اللي عندك نتاعك؟ هو معز، انا ما نجمش نجاوبك اجابات التقنيه، ما نجم نجاوبك شنو نحطوا المحاذير، قولوا راه الامن القومي هذا خط احمر، ثم اجابه تقنيه حمايه المعطيات الشخصيه. لا انا معناها خاطر هو ينجم الشخص المقابل يواجهني باجابات تقنيه، انا مانيش في جبهه، لكن بالنسبه لي المساله لازم هاو باش تدخل على قاعده المحاذير وعدم تجاوزها، ومن زاويه ثانيه تعميق النقاش، وان شاء الله البرلمان يكون المره هذه اطار حقيقي وفعلي لتفعيل النقاش، وانه نسمع فيه نقاش علمي وتقني والتوانسة تستفيد منه في فهم شنو هي المعطيات البيومترية وكيفاش تتعامل معها، لانه غدوة المعطيات هذه باش تبدا عند التوانسة الكل، لازم فاهمة شنو هي فوقها وشنو واحد نهار باش تسافر باسبورها فاهمة شنو فيه الباسبور هذاك، باش ما تبداش الناس تهلوس كيما صار لنا في التلقيح ولا كيما صار لنا في حاجة أخرى. أي وتنصر الإشاعات من جوا يراقبوا فينا البيس هذايا معمرتي عندها شكون كلماته في الداخلية عرفني وين قاعد والحكاية هذيك تنتشر الناس تحقرها هذاك التيك توك اليوم فاش يحكي راه، ولازم توضح ولازم الناس ما تخافش وما تخرجش الإشاعات نتاع الفارغة والناس تمشي فيها. ومن جهة أخرى لازم ناخذ الصورة كاملة، خلينا ناخذ الصورة كاملة، ناخذ سي محمد علي مقرر لجنة الحقوق والحريات بعد يجيك مولدي وخليفة، خلينا نفهموا الموضوع وناخذوه في إطار شامل. أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا سيد النايب. أهلا بك، السلام عليكم. كنا نحكي في بلاتو على المخاوف من تخزين المعطيات الشخصية، نعرف فما مبادرة اليوم لفسخهم بعد 90 يوم. هو المخاوف هذه طرحت في كل النقاشات اللي تمت داخل اللجنة بالضبط، وتقريبا كل جلسات الاستماع كانت نفس المخاوف، هي أساسا المحور نتاعها هي حماية المعطيات الشخصية للمواطنين التونسي. وتقريبا بقى الحوار في اتجاه انه معناها لابد من نصوص تشريعيه واليه تقنيه تنظم امكانيه معناها تصدي للمخاطر اللي يمكن
تكون معنا تتعرض لها المعطيات الشخصية للمواطنين. تراش بأنه الحل اللي هو اللي يلقاوه النواب في إضافة الفصل أنه فسخ المعطيات بعد 90 يوم من تسليم جواز السفر أو بطاقة تعريف. هو جوهر النقاش كان أساسا حول نقطتين الزيتين مش منتوه تقريبا من سنوات سابقة من 2015 وهو نفس النقاش تقريبا حول نقطتين، نقطة طبيعة الشريحة والنقطة الثانية هي نقطة قاعدة البيانات، تجميع قاعدة البيانات في مكان واحد اللي هو وزارة الداخلية بالتالي. كان هذا الإشكال، هذا النقاش تم تقريبا مع كل جلسات، كان هذه النقاش بالنسبة للشريحة معناها نسبيا ولا معناها أنه ما تمثلش خطورة قد ما يمثل معناها التجميع معطيات شخصية للمواطنين في قاعدة بيانات واحدة، هو اللي نجم يكون معناها مجال لتخوفات كبيرة كنت نسمع تو حاليا حول ربما معناها يقع الاختراق هذه المعطيات ويهدد سلامة المعطيات ويهدد سلامة السيادة الوطنية السيادة الرقمية، ويمكن أن يكون مجال لتهديد الأمن القومي عموما. فوقع اقتراح إضافة معنى فصل جديد، اقتراح إضافة فصل جديد نفس الاقتراح إذا تحب نقرأ عليه، يتوجب على مصالح وزارة الداخلية في أجل لا يتجاوز 90 يوما من تسليم الوثيقة إلى صاحبها أن تحدث من قاعدة بياناتها المعطيات البيومترية التي سبق تسجيلها في الشريحة، كما لا يمكن إنشاء قاعدة بيانات بيومترية باستعمال المعطيات البيومترية التي تم تجميعها بمناسبة استخراج أو تسجيل بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو أي وثيقة هوية أخرى أو وثيقة هوية أو وثيقة سفر أخرى. هذا نص اللي تقدم التعديل. الآن مازلنا ما وصلناش لمرحلة نقاش الفصول، معناها مازال في النقاش العام. النقاش العام فيه ما يتصل ربما بإطار هذه الجوانب، وفي أيضا مشاغل أخرى في علاقة بنشاط النواب في جهاتهم إلى آخره. واضح. المقترح هذا باش يكون معناها في إطار بعد من نقاش فصل باش يكون هناك فصل إضافي، فصل 6 طبعا للقرار أو للمصادقة، وننتظر صدقة النواب على هذا الفصل. الناس اللي تسمع فينا ماهوش من مهامكم كنت تحاول تعطيوا في القانون هذا المعلومة بتاع استخراج جواز السفر وخلت الناس تسألوا بطاقات التعريف، هذا كل بعد وزارة الداخلية هي اللي تقرر كل ذلك في نصوص ترتيبية معناها بعد الحديث على المصادقة النهائية على قانونين قانون جواز السفر. خاطر قريت لك تصريح سي محمد تقول فيه بين شكون بين 120 و 240 دينار. ثم هو في نقاشنا في داخل اللجان تم النقاش في الموضوع هذا، كلفة البطاقة، كلفة جواز السفر، الكلفة هذه بقيت ولا في حدود تقديرية مش واضحة تماما. خاطر بين 120 و 240 دوبل راهو، اون باس دو سامبل دوبل معناها نقول بين 120 و 40 مثلا، مش بين 120 و 240. 120 و 240 هي اساسا في علاقه بجواز السفر مش في علاقه. اي نعم فهمتك، نعرف. واضح. وجواز السفر فيه نوعين، فيه 32 ورقه، فيه 48 ورقه، فانطلاقا من معناها وكيف كيف. علاش عندنا نوعين؟ معناها فما الامكانيه نتاع 32 فيها تكاليف معينة، وفما الحديث على 48 وفيها تكاليف أخرى، وفما الحديث على المدة بيدها، لأن المدة ما بقتش أنت ولا خمس سنوات اللي نعرفها نحن سابقا، باش تكون مدة القارة خاصة بالنسبة للناس لجواز السفر تكون 10 سنوات. فهنا جاء أي هنا جاء في ولا التغيير في كلفة استخراج جواز السفر اللي عرفناه سابقا في تصور معناها في مبالغ مالية جديدة. واضح. ما في كل حال النواب همش مسؤولين على الكلفة متاع الاستخراج متاع جواز السفر. شكرا لك سي محمد علي مقرر لجنة الحقوق والحريات. كنت تحكي لي النواب شكونوا في امتحان اليوم وقت اللي باش تعدى هذا على التصويت. باه خلينا نسمع خليفة والمولدي. مولدي ولا خليفة اللي تفضلوا، ولا اي واحد فيكم يحب يبدا. المخاوف هذه في محلها ام لا؟ هو بعجاله معناتها مانيش مش ندخلش جنب التقنيه. انا فسرناه. انا مثلا استغربت في معناتها في الناس اللي ما همش فاهمين ولا مش مهتمين، لانه راهو قديم المشروع هذايا. راهو تقريبا معناتها حسب ما قال انا ندعو الى قراءته، وانا ديما ونحاول باش نذكر حتى اسماء، بعنوان بطاقه التعريف البيومتريه وقاع مشروع مجهض. هذايا ما قاله بط في مارس 2012، نشر في انكفاضه وكتبته الزميله هيفاء مزلوط.
ما عرفش زميلة أو أستاذة، أما هي اللي وقعت الجنب هذا، وحكيت تقريبا على حيثيات المشروع هذا كيفاش تطرح. المشروع هذا قعد عام ونص هو يتناقش، تعرف تقريبا من 2016 وقت تم عرض المشروع هذا على مجلس الوزراء في أوت 2016، بقى عام ونص وهو يتناقش. تعقدت 9 اجتماعات في اللجان، 21 ساعة من المداولات هذه الرسمية بخلاف الغير رسمية، وبرغم ذلك بعد ريت النقاشات كل الوقت هذا كل لم يصل إلى الجلسة العامة، ما تمش عرضه لأنه تم سحبه من وزارة داخلية. ونفس النقطة بتاع الإشكال هي النقطة هذه، هل الفصل هذا، هل المعلومات المخزنة هل أنا مش تبقى عند وزارة داخلية أم يتم الحذف متاعها؟ وثم وزارة الداخلية على نفس العقيدة كما موقفها 2016 و2018 نزل نفس الموقف هذا ومزيت نفس العركة هذه. الحاجة اللي تغيرت تقريبا اللي هو مشى للجلسة العامة، وهذا مهم جدا، واللي النواب توفرت لديهم ما يكفي من الشجاعة باش يزيدوا فصل أو مشروع قانون فصل من أجل على الأقل اللي كان يحكي عليهم أستاذنا معناتها متاع شوقي قداس اللي هو نفس الموقف متاعه تقريبا اللي هم يستجيبوا للشرط هذا اللي نقصه. أنا والله بعيدا على الجانب التقني لأنه يعني ولا حقيقة، أما باش نقرب الصورة هو مرعب العملية، لأنه التكنولوجيا البيومترية هذه اللي هي تقريبا هي تزاوج ما بين علم الرياضيات وعلم الإحصاء، ومعناتها معناتها أنا كي نتصور ساعات نتفرج شوية على فيلم، معز نعرف كي بتفرج برشا على الفيلم، وقت تشوف راه ولا عاد تستحق لا كلمة سر لا حد شيء، سيارتك لا عاد تستحق مفتاح لا تستحق كل شيء، تو بالبصمة نتاع صوابعك ساعات بالبصمة نتاع الخزعية نتاعك بعينيك، لا بصمة بعينيك. العين هي اللي قاعدة تمشي تو لي بايمون بالعين بالعينيك تنجم بعينك تعاد تخلص تمشي على نظر على الجانب التقني. يعني هذا التطور العلمي اللي أجبرنا، لأنه مش كان احنا معناتها لو أنه خيار ذاتي كان خيار ذاتي أنا نقول لك لا خلي البشر حر يا اخويا. ما انا ضد التطور العلمي وصلك دول كيما الصين، ان اليوم المواطن الصيني تعرفوا من خرج الدار وين يخدم وين قاعد قهوه وين مشاي الجامعه، هذا اللي يخوف. وهنا يمكن وهي تبدا ديما بدعوه حفظ النظام وهنا يمكن اختصاص المولدي معناتها الاثير، ونعرفوا جانب هذا لانه رقمنت الانسان يتحول الى 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 رقم راهي في الاخر هي محاصره البشر، رايح محاصرة البشر. انا لانه كنت اتفرج على جزء من الافلام هذه تعطيك صوره المجتمعات الرقمية، هذه المرقمنة كيفاش تعرفوا، مرعب أن يكون الإنسان بلا معنى ليكون رقم تقريبا، معناتها في أي مكان ينجم يتعرف عليك في بالك فصين عندك رقم أنا فصين كل مواطن عنده نومه عنده نومه بخلاف هذاك بعد عنده سكور السيد هذايا هل هو مواطن صالح نصف صالح غير صالح، لدرجة أني كنكلمك أنا مثلا حاشيك سي خليفة مواطن غير صالح يطلع لي ريبوندور يقول لي رد بالك راك تكلم في مواطن غير صالح. إيه وفاهم أنا مواطن غير صالح العاتي نجم ياخذ كريدي من بانكا العاتي نجم يعمل حتى يلزم ويغير من السلوك متاعه باش يبدا يطلع بشويه في السكور ويرجع المواطن صالح. وانا بما اني مواطن صالح يزني نعطي الاخبار وبعد يجيك المولدي ناخذ تعليقك. صالح ونص صباح الخير تونس، ابدا صباحك برشا بوزيتيف فايبس.